الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت تتابعونا من الميدان من المستقبل. وفي العناوين: الدفعة الثانية من الناجين من عبارة إندونيسيا تعود عسرا، وتوقيف مركب القبالة الزهراني كان ينوي تهريب أشخاص إلى إيطاليا. الجيش الحر يستهدف مقرات النظام في دمشق، وصواريخ كتائب الأسد تنهمر على أحياء حلب وريفها. بان كي مون يوصي بإرسال 100 خبير إضافي إلى سوريا لنزع الترسانة الكيميائية. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد والرياضة: سيتي جروب تحذر من ارتفاع المخاطر الاقتصادية في لبنان. ورشة دعم المنتخب الوطني مستمرة قبل لقاء الكويت. أهلا بكم. اللجوء غير الشرعي الذي يدفع إليه لبنانيون كثر نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يبقى في صدارة المتابعة. وفي هذا الإطار تصل قرابة السادسة من مساء اليوم إلى مطار رفيق الحرير الدولي الدفعة الثانية والأخيرة من الناجين اللبنانيين من عبارة الموت الإندونيسية، يرافقها الوفد اللبناني الرسمي. وفيما تطوى صفحة عودة الناجين وتبقى مسألة إعادة جثامين الضحايا، برز اليوم فصل آخر من فصول اللجوء ومخاطره، تمثل بإقدام دورية بحرية تابعة لمخابرات الجيش اللبناني على توقيف زورق قبالة ساحل الزهراني وعلى متنه أشخاص من جنسيات مختلفة تبين أنهم كانوا ينوون الإبحار بطريقة غير شرعية من لبنان إلى إيطاليا. وقد تمت مصادرة الزورق وتوقيف من كان على متنه، وبينهم لبنانيون وفلسطينيون وسوريون. آخر المعلومات المتوافرة عن اللبنانيين ضحايا العبارة الإندونيسية عرضها رئيس الجمهورية ميشيل سليمان مع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور. سليمان اطلع من جهة أخرى من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر على مسار بعض الملفات الأمنية المفتوحة أمامه. وكان رئيس الجمهورية قد دان تعرض سيارة إسعاف في منطقة وادي حميد لصواريخ سورية، داعيا إلى تحييد المؤسسات الإنسانية عن الصراعات والأعمال الحربية. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات نية الحكومة إعادة النظر في وضع أي سوري لا تنطبق عليه صفة اللاجئ. ميقات اعتبر من جهة ثانية أن تشكيل الحكومة بات ملحا، داعيا لوقف دوامة الشروط والشروط المضادة. خلال إطلاق الرؤية الجديدة للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في السراي الحكومي، طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالإسراع في تشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن أصول الضيافة تقضي من الفلسطينيين عدم السماح للمخيمات أن تكون بؤرا للتوترات الأمنية وأن تصبح مأوى للفارين من العدالة. وكل شخص سوري موجود في لبنان ولا تنطبق عليه صفة اللاجئ ولا يستوفي الشروط القانونية لإقامته سنعيد النظر في وضعه. المصلحة الوطنية تقتضي منا جميعا العودة إلى الحوار والتلاقي سبيلا وحيدا للخروج من المأزق الراهن، وأي رهان على متغيرات من هنا أو هناك سيؤدي إلى إغراق لبنان في صراعات لا تخدمه بتاتا. تشكيل حكومة جديدة في لبنان بات أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال الاستمرار في دوامة الشروط والشروط المضادة والتوقف على التفصيل من هنا أو تشبث من هناك. وتخللت المؤتمر كلمات شددت على حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم ورفض التوطين وعلى ضرورة تأمين حياة لائقة في المخيمات. هو الثامن من أذار، وعبر رأس حربتها حزب الله تضع المزيد من العراقيل أمام تشكيل الحكومة من خلال العودة إلى نغمة الجيش والشعب والمقاومة. التقرير لشرب العبود. مستعيدا لغة التخوين، يواصل حزب الله وضع شروطه لتأليف الحكومة. آخر هذه المواقف والشروط كلام رئيس كتلة نواب الحزب محمد رعد، الذي قال إذا كان تشكيل الحكومة مرتبطا بإسقاط معادلة الجيش والشعب والمقاومة فلينتظر الحكومة طويلا. هذه المواقف يرى فيها المتابعون تعويما لحكومة تصريف الأعمال، حكومة يجمع اللبنانيون وبعض من فيها حتى أنها لم تمت قبل الاستقالة بل قبل الولادة حتى. واضح من كل التوجهات وكل الكلام الرسمي اللي بيطلع عن نواب حزب الله وعن مسؤوليه انه ما هوش بنية ابدا يسهلوا تأليف الحكومة.
بتوجه واضح لتفريغ كل المؤسسات كما فرغوا المجلس النواب ووصولا إلى الرئاسة. أعتقد أنه في مشروع إنهاء العمل المؤسساتي في لبنان تدريجيا عم نشوفه بشكل كتير واضح، واتهامات يومية بوجه حزب الله إلك و14 إدار أنه هي عم تمنع تأليف الحكومة، بينما كل يوم بيواجهنا بشرط جديد وبتراجع عن الشروط وبتقديم شروط جديدة. سمعنا كلام للسيد حسن من حوالي أسبوعين بيقول أنه موضوع الجيش الشعب المقاوم يبحث بعدين، اليوم عم يرجع أستاذ محمد رعد لا يطرح وكأنه أولوية أساسية. فما عدنا نعرف فعلا شو النية الحقيقية لحزب الله إلا تفريغ عمل المؤسسات. أكثر من مبادرة قدمتها قوى الرابع عشر من أذار كلها اصطدمت بعراقيل فريق الأمر الواقع. نحن قربنا خطوات عديدة، يعني وصل الشيخ سعد الحريري ليقول أنا مستعد روح على أي حوار مجرد يطلب فخامة رئيس، وصل ليقول أنه نحن بدون ما نكون بالحكومة مستعدين نقبل بحكومة لا نحن ولا حزب الله. تقدمنا بخطوات عديدة باتجاه الفريق الآخر، ولكن مؤسف أنه الفريق الآخر كل ما بتقدم باتجاه وخطوة بيرجع لورا خطوة ليأخذ مكسب سياسي جديد، وهذا نمط تعودنا له من 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 زمن طويل. نحن اليوم عم نقول لحزب الله، حزب الله بده يشارك بالحكومة، هذا حزب لبناني، ولكن نحن ما ينطلب منا نشارك معه لتغطية استعمال السلاح ضد اللبنانيين وضد السوريين. فبالتالي أما الانسحاب من سوريا وأما الاعتراف بإعلان بعبدالي وبمهد للحياد والانسحاب من سوريا، وأما فليؤلف حزب الله حكومته اللي هو بلاقيها مناسبة. في لبنان سياسات الأمر الواقع ترخي بثقلها على اللبنانيين اقتصاديا ومعيشيا وأمنيا بفعل الفراغ الذي تخلفه في المؤسسات. وفي لبنان أيضا فريق تناسى المصلحة الوطنية برمتها وذهب يدافع عن نظام القتل في سوريا. قال الوزير الإسرائيلي جيلعاد أردان إن حزب الله يمتلك أكثر من 200 ألف صاروخ تستطيع إصابة كل منزل في إسرائيل، وأضاف أن وفق أخطر سيناريو وضعه الجيش الإسرائيلي قد تتعرض إسرائيل لهجوم بآلاف الصواريخ سيستمر 3 أسابيع في حال نشوب حرب في المنطقة. بعد مرور أكثر من عام على مقتل كل من مصطفى وخالد شقيف، قرر والدهما رفع الصوت عبر تلفزيون المستقبل بسبب عدم توقيف الجاني المعروف والموجود في الضاحية الجنوبية. إنهما والدا مصطفى شقيف الذي قتل مع كمال الشيخ موس في 25 من آب عام 2012، ووالدا خالد الشقيف الذي لحق بشقيقه بعد حوالي الشهر. هما قررا يرفعا الصوت بسبب عدم توقيف الجاني المعروف والمدفوع من قبل حزب الله بحسب ما يؤكده. عندي شابين راحوا، مين عم يفتح علي الباب؟ يعني وين الدولة؟ وين يعني وزير الداخلية؟ وين هو؟ أنتوا حاطين محامي لهي القضية؟ حاطين محامي، حاطط محامي، بس ما عم يعمل شيء. كل ما مغطي مغطي حزب الله، مغطي سرايا المقاومة تقبرته. وين هو؟ نحن ما دخلنا، وبي مخبيه، بي بيقول أنا ما دخلني، ابني إجي أمر بقتله، أنا ما خصني، ودفعوا له مصاري لبيه حتى قتل الشباب، حتى قتلوا لابني، ابني ما خصه 25 سنة عمره. أنا بطلب من الدولة قائد أحمد محمود العصام عم يروح ويجي، قتلوا ما عمدا متعمد، يعني لا إلا لوين بدنا نوصل؟ وين موجود اللي قتلوا؟ اللي قتلوا موجود عم يروح ويجي، ابني مخبى بالضاحية عند مخبينه حزب الله يا ابني، سرايا المقاومة. أنا فيني ياخذ حقي بإيدي، بس ناطر الدولة، أنا تحت القانون مش فوق القانون. إلى سنة جريمة، لا قتل لي ابني ولا مخبى لهلا، ومين ورا بيو عم بيقول مش ابني اللي قتل. اسكتي احلى ما لحقك بولادك. منو اللي بده يجي يقتلني؟ منو اللي عم بيهددني؟ بطلب من الدوله، بطلب من القضاة، بطلب من من, من الدنيا كلها. جريمه من هي لا مخبى لهلا. اذا راح لك بسينه ما بتكبش اللي قتل لك اياها؟ طيب ابني شاب ربيتهم برموش عيوني، انا قتلوا لي ما عاد عندي بيو مريض بين ايدي. لا قتلوا عمدا متعمد وحطوا بصندوق السياره وكبوا بالجبل. حط لي 18 رصاصة فيه ليه؟ الحكم مستشفى وليد جمضات يقولوا فيه مثل هالأجسام، بس مثل هالشاب ما فيه ليه؟ بأي ذنب قتل مصطفى الشقيف؟ وين الدولة؟ ما في دولة؟ وين الدولة؟ وين نايمة؟ وين الدولة نايمة؟ لا نايمة علي غير عم بيطلبوا، بس ليه؟ عم بيدفعوا لها حالف يمين لناس مش ابني اللي قتل، حزب الله اللي قتله. طب ما أنا أم، الله يحرق قلبه ما بده يساعدني. الله إن شاء الله إذا عنده ولاد ما بيعيد مجموع الخاطر. وكانت منطقتا الناعمة ودوحة الحص قد شهدتا توترا كبيرا بعد الجريمة قبل أن يدعو الوالد إلى التهدئة وترك العدالة تأخذ مجراها.
أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان لها أنه نتيجة للتحريات أوقفت الأجهزة المعنية في المديرية 3 أشخاص من جنسيات لبنانية وسورية من ضمن شبكة إرهابية كانت تخطط للقيام بأعمال تخريب وإخلال بالأمن على الأراضي اللبنانية بواسطة عبوات ناسفة وعمليات اغتيال. وقد تم التحقيق مع الموقوفين وأحيلهم على القضاء العسكري مع المضبوطات من مواد متفجرة وأجهزة اتصال وسلاح مكاتم للصوت، وذلك بناء على إشارة معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي داني الزعني وبإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر. التقى رئيس مجلس النواب نبيه بر رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني، وذلك على هامش الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جنيف. وقد جرى عرض للتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية فضلا عن العلاقات الثنائية. أعلن رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة النائب محمد قباني أن اللجنة أوصت الحكومة بإنشاء خلية عمل لمتابعة مسألة حقوق لبنان النفطية تتمثل فيها الإدارات المعنية وتدعم بأهل الخبرة وبالتعاقد مع مكتب محاماة دولي لدراسة كيفية اللجوء إلى الأمم المتحدة مجددا وبحث إمكانية تقديم شكوى ضد قبرص التي نكثت بمضمون الاتفاقية بينها وبين لبنان. وتحدث قباني عن تعدي العدو الإسرائيلي على طول حدود المياه الإقليمية. تبين أن العدو الإسرائيلي قد تعدى على طول حدود مياهنا الإقليمية اللي هي 12 ميل بعرض 800 متر، وقد وضع طوافات لاين أوف بويز على طول الخط الذي تعدى عليه. هذه هي الصورة التي تظهر إذا حدا بده يصورها، هذه الصورة التي تظهر التعدي بعرض 800 متر على طول الحدود الجنوبية لمياهنا الإقليمية. كل ما يتم العمل به في وزارة النفط والطاقة نحن هون بالمجلس ما بنعرفه. هل نطلع عليه؟ إيه، بس كيف نطلع عليه؟ نفتح الانترنت ومنفتش شو في إعلانات عملتها وزارة الطاقة، منلقط شغلي من هون شغلي من هون شغلي من هون. هذا الأمر لا يجوز. هناك أسئلة أساسية سنوجهها لوزير الطاقة بعد العيد. أعلنت هيئة التنسيق النقابية بدء جولة جديدة من تحركها للمطالبة ببت سلسلة الرتب والرواتب وتشكيل حكومة جديدة. وأعلن رئيس الهيئة حنا غريب بعد اجتماع مع اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس مشروع قانون السلسلة، أعلن عن مؤتمر صحفي سيعقد غدا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي لإطلاق برنامج التحرك التصاعدي. مين وضعنا أعضاء اللجنة بما أنه انتهت المهلة وبعدهم إسه ما أنجزوا الموضوع؟ وضعنا أعضاء اللجنة بمناخ هيئة التنسيق النقابية اللي رايحة فيه على موضوع عقد جمعيات عمومية ومجالس مندوبين بدها تبلش من بكرة لاتخاذ المواقف التصعيدية الملائمة من أجل مش بس ملف السلسلة، من أجل أنه يمشي هالبلد، تنعاد العمل بمؤسسة الدولة من تشكيل الحكومة إلى إعادة العمل بمجلس النواب إلى الاهتمام بالملفات الاجتماعية والمعيشية. أمنيا، أصيب المواطن ربيع أحمد يوسف من مشمش عكار بطلاقين ناريين خلال تلاسنه مع سائق سيارة مرسيدس سوداء اللون على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل، وقد تم نقل الجريح إلى مستشفى المعونات في جبيل. تسلم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر التحقيقات الأولية مع الموقوفين في قضية إدخال الصندوش المشبوه إلى سجن رومي، ويعكف على دراسة المحاضر والإفادات تمهيدا للإدعاء. رفضت المجالس الطلابية في كلية الأداب والعلوم الإنسانية القرار الصادر عن كلية الأداب في الجامعة اللبنانية الذي يقضي بتوحيد السنة أولى ماسترز وتحديد معدل 12/20 للانتقال إلى السنة الثانية، مؤكدة أن هذه القرارات مخالفة لقرارات ومراسيم سابقة صدرت عن رئاسة الجامعة ومجلس الوزراء. وبعد محاولات حثيثة للوصول إلى صيغ وسطية تضمن مصلحة الطالب من جهة وتحاكي ما ترمي إليه عمادة الكلية من جهة أخرى، وحيث أننا لم نلقى إلا التفاعل السلبي والتعنت المجانب لمقاربة الأمور بشكل صائب وسليم، قررنا أن نضع ما يجري في كلية الأداب برسم رئيس الجامعة اللبنانية وأن ندفع بالأمور باتجاه منحة تصعيدي يبتدئ مساره اليوم
بالإعلان عن إضراب يطال كافة فروع كلية الآداب، وليكون إيذانا بما سيليه في الأيام المقبلة. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء قرارا قضى بتمديد عطلة عيد الأضحى يوما إضافيا بعد إعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الأربعاء في 16 من الشهر الجاري أول أيام العيد، وبذلك تقفل المؤسسات والإدارات العامة والبلديات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس. في النشرة بعد الفاصل: هجمات جديدة ضد الأمن المصري وأنصار مرسي مجددا في الشارع. أهلا بكم من جديد. سقط 20 قتيلا بنيران كتائب الأسد التي صعدت من قصفها العشوائي على حلب وريفها، في وقت واصل الجيش الحر عملياته العسكرية ضد عصابات الأسد في دمشق واستهدف المزيد من مقرات الشبيحة. بوصلة القصف الوحشي لهذا اليوم توجهت إلى حلب وتحديدا إلى السفيرة. كتائب الأسد دكت براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة مخيمات النازحين في المنطقة، وانهالت البراميل المتفجرة على الأحياء المحررة وسط مواجهات على أكثر من محور. الله أكبر. إلى العاصمة واصل الجيش الحر استهدافه مقرات الشبيحة وتحديدا في برزة، وسجلت اشتباكات ضارية في حي تشرين أثناء محاولة كتائب الأسد التسلل إلى المنطقة، وتعرضت الأحياء الجنوبية والشمالية إلى قصف متقطع. الله أكبر. معظمية الشام. المدفعية الأسدية دكت معظمية الشام في الريف الدمشقي، وأغار الطيران الحربي على دارية والقلمون والغوطة، وسجلت مواجهات في المليحة. أما مسلسل القصف على حمص المحاصرة فاستمر وتركز على الرستن وجورة الشياح والقرابيس وحي الوعر المنكوب. أحياء دير الزور تعرضت إلى قصف وحشي، لا سيما في حيي الحويقة والموظفين وسط مواجهات عنيفة. الثوار تصدوا للطيران الحربي في معرة النعمان في إدلب، في وقت دمرت عصابات الأسد المزيد من أبنية المدنيين في مدينة سراقب. الجيش الحر استهدف حاجز المداجن في ريف حماة، فيما قصفت قوات الأسد بالمدفعية الثقيلة سهل الغاب في الريف. إلى جبهة الجنوب تجدد القصف براجمات الصواريخ على طريق السد والنعيمة وإنخل وأم المياذن في درعا وريفها، وسط اشتباكات عنيفة في نوى وعند كتيبة الهجانة القريبة من جمرك درعا القديم في درعا البلد. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط الإعلامي في دمشق وريفها سلام محمد. أهلا بك سيد سلام، لو تضعنا في صورة التطورات العسكرية في دمشق لهذا اليوم. نعم، قبل قليل إسقاط طائرة استطلاع فوق مدينة حرستة في دمشق أسقطه الجيش الحر، وأيضا هناك ثلاث غارات جوية استهدفت بلدات ريف دمشق الجنوبي، غارتان على بلدة البويضة والثالثة استهدفت بلدة الحجيرة في البلد، وأيضا هناك غارات على مدينة دارية ومعظمية الشام. كما استهدف قوات النظام مزارع قرية الشيفونية بريف دمشق براجمات الصواريخ وقذائف الهواء المتمركزة في جبل قاسيون، وأيضا هناك اشتباكات عنيفة جدا تجري الآن في برزة وحي تشرين في محاولة من قوات النظام اقتحام حي تشرين منذ صباح الباكر، وهناك آليات مدرعات عسكرية تحاول اقتحام حي تشرين، وأيضا هناك اشتباكات تجري الآن في جنوب العاصمة دمشق في حي التضامن ومخيم اليرموك في محاولة من قوات النظام اقتحام حي التضامن من محور شارع النسرين، وهناك أيضا سقوط عشرات القذائف الهاون على حي التضامن في جنوب العاصمة دمشق، وأيضا هناك قصف عنيف تشهده معظمية الشام بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ المتمركزة في الفرقة الرابعة في 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 جبال المعظمية، وأيضا في الريف الغربي هناك قصف عنيف تشهده محيط الزبداني من الحواجز المنتشره في محيط الزبداني براجمات الصواريخ وقذائف الهاون. وفي الامس ارتكبت قوات النظام مجزره امس وذلك من خلال قصف بالطائرات الحربيه على بلده الحموريه، فاستشهد اكثر من 15 مدنيا وجرح نحو حوالي 30 اخرين، وان الطائرات الحربيه من نوع ميك قصفت الطريق الواصل بين حموريه ومدينه عربين بالصواريخ، مما ادى الى استشهاد اكثر من 15 منهم. أشكرك السيد سلام محمد الناشط الإعلامي، كنت معنا مباشرة من دمشق.
أوصل أمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإرسال 100 خبير إلى سوريا للمشاركة في مهمة نزع ترسانة الأسد الكيميائية. عملية تفكيك الأسلحة الكيماوية استؤنفت لليوم الثالث على التوالي، وتفاعلت القضية بمزيد من المواقف والتصريحات بعد أن سلمت دمشق لائحة برنامجها العسكري الكيميائي. فقد أوصى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفع عديد خبراء البعثة المشرفة على تفكيك ترسانة النظام من 20 إلى 100. هذا العدد المؤلف من خبراء منظمتي الأمم المتحدة وحظر الأسلحة الكيماوية سيكون نواة البعثة المشتركة التي ستكون قاعدتها العملانية في دمشق، أما قاعدتها الخلفية فستكون بقبرص. ولم يخفي بان قلقه على أمن البعثة ومن العملية التي ستستغرق عاما لنزع حوالي 1000 طن من المواد الكيماوية، ما يشكل خطرا في التعامل معها ونقلها وتدميرها. وعلى خط موازن، كشفت مصادر روسية عن نية نظام الأسد افتتاح ممثلية له في منظمة الأسلحة الكيماوية بلاهاي. وفي الإطار ذاته يعود الغزل بين الولايات المتحدة وروسيا التي أعلن رئيسها فلاديمير بوتين عقب لقائه جون كيري وزير الخارجية الأمريكية بنهاية قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في جزيرة بالي الأندونيسية. أعلن أنه سعيد للغاية بموقف الرئيس باراك أوباما حول سوريا، كما اقترح بوتين دعوة بلدان غالبية سكانها من المسلمين مثل أندونيسيا إلى مؤتمر جنيف 2. وتبدو رقعة المشاركة لإيجاد حل سياسي في سوريا في اتساع، حيث تعتقد واشنطن أنها قد تكون أكثر ميلا لمشاركة إيران في مؤتمر المفاوضات في حال أيدت تشكيل حكومة انتقالية بدمشق. وبعد يوم على الثناء الذي حصل عليه النظام من الوزير كيري، أشارت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ماري هارف إلى أن موقف واشنطن بشأن مستقبل الأسد لم يتغير، بحيث أنه فقد كل شرعيته. أفادت تقديرات للأمم المتحدة بأن أكثر من 4 ملايين سوري آخرين سيفرون من بلادهم العام 2014. وأوضحت وثيقة نشرتها الأمم المتحدة أن السيناريو الأكثر ترجيحا للسنة المقبلة هو تصعيد النزاع مع اضطراب الخدمات الأساسية وتآكل أكبر لآليات المساعدة التي ستترافق مع زيادة التهديد ضد العمال الإنسانيين. وتقدر الأمم المتحدة بأن أكثر من 8 ملايين سوري سيحتاجون لمساعدات إنسانية حينها. تحدثت صحف مصرية عن قرار حكومي بشطب جماعة الإخوان المسلمين من سجل الجمعيات الأهلية. ميدانيا قتل 10 عناصر من قوات الأمن والجيش في سلسلة هجمات مسلحة، في وقت دعا أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي طلاب الجامعات والمدارس إلى التظاهر. هجمات المسلحين في مصر ضد قوات الجيش حوادث تكررت في العديد من المحافظات في الساعات الأخيرة. أحدث هذه الهجمات حصل بالقرب من منفذ الجميل الجمركي في بورسعيد، حيث أطلق مسلحون النار على قوة إدارة شرطة الموانئ ما أدى إلى سقوط ضحايا. كذلك تعرضت مديرية أمن مدينة الطور عاصمة جنوب سيناء لهجوم بسيارة مفخخة، فيما سقط عدد من الجنود جراء استهداف سيارة تابعة للجيش على طريق الإسماعيلية الصالحية شرق البلاد. وفي حي الدؤي جنوب القاهرة أجرت قوات الأمن مسحا شاملا للبحث عن أي متفجرات بعد العثور على قنبلة بأحد الشوارع الرئيسية للحي. تزامنا دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، دعا الطلاب في جامعاتهم ومدارسهم في كل المحافظات إلى التظاهر تنديدا بما أسماه استمرار المجازر ضد المصريين، مؤكدا على مواصلة هذه التحركات طوال الأسبوع تحت شعار الشعب يستعيد روح أكتوبر. سياسيا، أكد رئيس لجنة 50 لتعديل الدستور عمر موسى أن اللجنة تعمل على أن يراعي الدستور العديد من الأمور والتي تتمثل في الفصل بين السلطات والتأكيد على الحريات المختلفة وحقوق الإنسان والمرأة وكذلك استقلال القضاء، وأن النظام في مصر سيكون رئاسيا برلمانيا. أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري لمدة 5 أيام اعتبارا من صباح اليوم لسفر الحالات الإنسانية، وسيتم سفر المواطنين وفق الكشوفات المسجلة لدى وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة. وكان الجانب المصري قد فتح معبر رفح بالأمس استثنائيا لاستقبال جوازات الحجاج، والبالغ عددها 420 جوازا. في النشرة بعد الفاصل، الرئيس اليمني يعد بحل عاجل وقريب للقضية الجنوبية. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان، وقد تابعتم فيها. الدفعة الثانية من الناجين من عبارة إندونيسيا تعود عصرا، وتوقيف مركب قبلة الزهراني
كان ينوي تهريب أشخاص إلى إيطاليا. الجيش الحر يستهدف مقرات للنظام في دمشق، وصواريخ كتائب الأسد تنهمر على أحياء حلب وريفها. بان كي مون يوصي بإرسال 100 خبير إضافي إلى سوريا لنزع الترسانة الكيميائية. قالت صحيفة هآريتس الإسرائيلية إن اجتماعا جديدا عقد الليلة الماضية في مدينة القدس المحتلة بين طاقمي المفاوضات الإسرائيلي والفلسطيني من دون حضور الوسيط الأمريكي لعملية السلام مارتن أندك. وبحسب الصحيفة فإن اللقاء الذي يعتبر التاسع من نوعه تم بسرية مطلقة، وجاء إثر اتفاق بين الجانبين على ضرورة تكثيف وتيرة اللقاءات بينهما بمعدل مرتين في الأسبوع. من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية إن الجانب الإسرائيلي وافق على تعزيز الدور الأمريكي في المفاوضات استجابة لطلب الجانب الفلسطيني. أعلن الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي أن أياما قليلة تفصل البلاد عن التوصل إلى حل عاجل للقضية الجنوبية. وفي كلمة ألقاها في الجلسة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني أكد منصور هادي أن هذه القضية هي مفتاح الحل لكل مشاكل اليمن. لا بد من التأكيد على أن الفرصة التاريخية ويقدر استقلالها من قبل كل من يؤمنون صدقا بعدالة القضية الجنوبية. أما المزايدون والمتاجرون بها فسيجدون أنفسهم خارج التاريخ. إن القضية الجنوبية هي مفتاح الحل لكل المشاكل التي يعاني منها اليمن، وتم اعتمادها على رأس جدول أعمال مؤتمر الحوار الوطني الشامل. أرجع البرلمان العراقي التصويت على مشروع قانون الانتخاب إلى 22 من الشهر الحالي، وحددت رئاسة المجلس يوم 30 من نيسان المقبل موعدا للانتخابات التشريعية العامة في البلاد وإلزام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بذلك. وكشف مصدر برلماني عراقي أن تأجيل الجلسة جاء على خلفية فشل الكتل البرلمانية في التوافق على الصيغة النهائية لقانون الانتخاب. استدعت الخارجية الليبية السفيرة الأمريكية لدى طرابلس ديبورا جونز وطلبت منها توضيحات بخصوص اعتقال القيادي في تنظيم القاعدة أبو أنس الليبي. وأوضحت الوزارة أن وزير العدل ووكلاء بوزارة الخارجية عرضوا على شقيق أبو أنس الليبي آخر التحركات بشأن التوصل أو التواصل مع واشنطن لمتابعة ملف أخيه. تحولت مسيرات حاشدة خرجت في مدينتي ريو دي جانيرو وساو باولو البرازيليتين تأييدا لتحصيل دخل المعلمين إلى صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين. واحتشد أكثر من 10,000 متظاهر في ريو دي جانيرو في مسيرات سلمية، ولكن مع حلول الليل ألقى بعض المتظاهرين الزجاجات الحارقة على المباني الحكومية، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع. تقاسم البريطاني بيتر هيجز والبلجيكي فرانسوا إنجليرت جائزة نوبل للفيزياء لعام 2013، وكوفئ العالمان على أعمالهما التي أدت إلى الاكتشاف النظري لآلية تساهم في فهمنا لأصل كتلة الجسيميات دون الذرية. في الاقتصاد بعد الفاصل. لبنان يتحمل العبء الأكبر من اللجوء السوري وسط دعم دولي خجول. الصفحة الاقتصادية مع باسل خطيب. تفضل باسل. شكرا ماهر، أهلا بكم. حذرت مجموعة سيتي جروب المصرفية من أن المخاطر الاقتصادية في لبنان ترتفع مع الجمود السياسي السائد وعدم تحسن احتمالات تشكيل حكومة جديدة، ما أثر أيضا على قطاع الأعمال. تقرير والتفاصيل. أشارت مجموعة سيتي جروب إلى أن احتمالات تشكيل حكومة جديدة في لبنان في المستقبل القريب ليست في طور التحسن مع مرور الوقت، واعتبرت أن الجمود السياسي الحالي بات يضر بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية وعدم وجود مجلس نواب فاعل والتحديات الاقتصادية المتزايدة. واعتبرت سيتي جروب أن المخاطر الاقتصادية في لبنان ارتفعت بشكل كبير، إذ أن إدارة شؤون البلاد على الصعيد اليومي أضحت صعبة وفي أغلب الأحيان تعتمد على المراسيم الرئاسية. وقد جاءت نتيجة هذا التقرير في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس. كما توقعت سيتي جروب تأجيل محاولة لبنان تطوير ثرواته المحتملة من النفط والغاز في مياهه الإقليمية في ظل غياب حكومة، ولفتت إلى أن شح مصادر الطاقة في لبنان يشكل عبئا كبيرا على الاقتصاد اللبناني.
في موازاة ذلك، أشارت سيتي جروب إلى أن الفجوة بين مستوى مخاطر البلد والمخاطر السيادية في لبنان قد اتسعت بسبب الارتفاع الكبير في مستوى مخاطر البلد، واعتبرت أن التدهور الحاد في مخاطر البلد على مدى السنتين الماضيتين أثرت بشكل بسيط على مستوى المخاطر السيادية لغاية الآن، وقالت أن مخاطر البلد تعكس مخاطر القيام بالأعمال في دولة ما، وهي تشمل المخاطر الاقتصادية والأمنية والسياسية والتشريعية، فيما تعرف المخاطر السيادية على أن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية في الوقت المحدد. العبء الأكبر لأزمة اللاجئين السوريين يتحمله لبنان في ظل اقتصاد مترد ودعم دولي لا يزال خجولا. تقرير والتفاصيل. في محاولة منه لتقييم الخسائر المباشرة التي لحقت بالاقتصاد اللبناني منذ بدء الأزمة السورية في عام 2011، قدر البنك الدولي هذه الخسائر ب 7.5 مليار دولار، وهي بحسب الخبير الاقتصادي دكتور رازي الحاج مرشحة للزيادة، خاصة أنه بعد في مرحلتين هذا التقرير لم يشملها. مرحلة قد ايه بعد الأزمة بدها تكمل وهول اللاجئين قد ايه بدهم يبقوا على الأرض اللبنانية، والمرحلة الأخرى قد ايه هؤلاء اللاجئين بحاجه الى وقت ان يعودوا الى اراضيهم او الى ممتلكاتهم في سوريا شبه مهدمه من بعد انتهاء الازمه. اما الضغط الاكبر الناجم عن ازمه اللاجئين فيتمثل بتباطؤ النمو الذي يؤدي الى انكماش الاقتصاد، حيث الاعداد الكبيره للاجئين تؤثر في مدى استيعاب البنى التحتيه لمتطلباتهم. التباطؤ بالنمو عم يحصل جراء الضغط الكبير يلي موجودين فيه، الاعداد الكبيره اللي موجودين فيه اللاجئين السوريين يلي هن بزيدوا نسبه العجز بمؤسسه كهرباء لبنان، عم بيكون في فاتوره صحيه كمان عم بتزيد، يعني وزاره الصحه اليوم عم تتكبد بالحد الادنى حسب كمان دراسه اخرى معموله حوالي 82 مليون دولار سنويا فاتورة صحية خاصة باللاجئين السوريين. بالإضافة إلى الضغط في النفايات والطلب المتزايد على الخبز ومنافسة اللبنانيين على الوظائف، المسجلون عددهم 760 ألف، أما وزارة الشؤون الاجتماعية فتقول إن العدد يفوق 1,300,000، وهو تفاوت في العدد يضع الدولة في حيرة من أمرها في توزيع المساعدات. ويعتبر الدعم الدولي المقدم للبنان لمكافحة أزمة اللاجئين السوريين خجول وغير كاف، والمطلوب دعم كبير، دعم خاصة بالأدوات المالية، لأنه نحن أمام خطر كتير كبير مالي بسبب العجز يلي عم بيزيد، بسبب الدين العام يلي عم بيزيد، بسبب التباطؤ بالنمو، وكل هول البنك الدولي لازم يعني يعيد النظر فيهم ويطلع فيهم بشكل أنه فعلا ما يعرض الاستقرار المالي والنقدي بلبنان للخطر. ويبقى لبنان دولة ذات الكثافة السكانية الأعلى في المنطقة ويتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين السوريين. في بورصة بيروت تحسن كل من سهم سوليدار آ 2.25 إلى 11.80 وسوليدار بي 1.83 إلى 11.66. أما سهم بنك عودي فتحسن 0.5 نقطة إلى 6.12 واستقرت بيروت مدرجة عند 19 دولار، وتحسن بيروت تفضيلي فئة أش 1% إلى 26 دولار، بينما استقر سهم بنك بيبلوس وعند $1.5. حثت الصين الولايات المتحدة على اتخاذ الإجراءات الصحيحة قبل يوم 17 من تشرين الأول الحالي لتفادي التوقف عن سداد السندات الحكومية المستحقة وضمان سلامة الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقال نائب وزير مالية الصين إنه في ظل العلاقات الاقتصادية الوثيقة التي تربط بين الصين وأمريكا وهما أكبر اقتصادين في العالم، فإنه من الطبيعي أن تشعر الصين بالقلق تجاه جمود الموقف المالي في أمريكا، وتطالب واشنطن بحماية استثمارات الصين في الولايات المتحدة الأمريكية. ارتفع الدولار مبتعدا عن أدنى مستوى في شهرين مقابل الين الياباني، وبلغ مقابل اليورو $1.36، بفعل مؤشرات على أن المشرعين الأمريكيين قد يتوصلون إلى اتفاق لتفادي التخلف عن سداد الديون، لكن المحللين يقولون إن العملة الأمريكية ستظل تتعرض لضغوط بيع واسعة النطاق ما استمرت أزمة الميزانية، مع ما يترتب عليها من احتمالات عدم اتفاق الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الديون قبل الموعد النهائي لذلك في 17 من تشرين الأول. وقال المدير المالي للبنك الدولي إن البنك ينوي خفض ميزانيته
بجزء من 400 مليون دولار في إطار عملية إعادة تنظيم شاملة لزيادة كفاءة البنك وقدرته على أداء مهمته. وخفض الميزانية الذي لم يعلن رسميا أو خفض الميزانية الذي لم يعلن رسميا بعد هو جزء من أول عملية إعادة تنظيم كبرى في البنك المعني بالتنمية العالمية في 17 عاما. وسيعرض حجم الخفض على الدول الأعضاء في البنك في وقت لاحق من الأسبوع خلال الاجتماعات السنوية للبنك مع استراتيجية جديدة للتركيز على أهداف البنك لمكافحة الفقر. وأشار المدير المالي للبنك إن الخفض سيجري على 3 أعوام ويشكل 8% من النفقات السنوية الحالية للبنك الدولي البالغة 5 مليار دولار أمريكي. في عالم الطيران ارتفع إجمالي عائدات الاتحاد للطيران الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9% خلال الأشهر 9 الأولى من العام 2013 ليبلغ نحو 3 مليار و830 مليون دولار، فيما ارتفعت عائدات المسافرين عن الفترة نفسها بنسبة 12% لتسجل 2 مليار و850 مليون دولار. وقالت إن أعداد المسافرين على متن الناقلة الإماراتية زادت منذ بداية العام حتى نهاية أيلول الماضي بنحو 1 مليون مسافر لتصل إلى 8,600,000 مسافر بنمو نسبته 13%. ونقلت الاتحاد للطيران نحو 10,300,000 مسافر خلال عام 2012. الخبر الأخير عن طحن الهواتف، حيث قدمت شركة بلنتك المصنعة لأجهزة الخلاط إعلانا لها عن طريق طحن هواتف أبل الجديدة آيفون 5S وآيفون 5C. وقدمت الشركة دليلا على متانة خلاطاتها من خلال طحن مجموعة مؤلفة من 5 هواتف آيفون 5S وآيفون 5C بألوان مختلفة مصنوعة من البلاستيك، بالإضافة إلى نموذج ذهبي من نفس الهاتف. وظهر توم ديكسون الذي يقدم سلسلة من الإعلانات لصالح الشركة مع خلاطها الجبار الذي وضع فيه هواتف شركة أبل ليحولها إلى رماد، فيما تكفل زميله في البرنامج بطحن آيفون الذهبي الجديد في نموذج ذهبي أيضا من الخلاط أيضا ليلقى المصير نفسه. ونشرت التجربة على يوتيوب وشهدت إقبالا شديدا من عشاق آيفون الذين شاهدوا هاتفهم المفضل وهو يسحك داخل الخلاط ويصبح أثرا بعد عين. هذا كل شيء في الاقتصاد، إلى اللقاء. في الرياضة بعد الفاصل، مظاهرات في بروكسل ضد حرية التعبير في روسيا. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع عباس حسن، تفضل عباس. شكرا ماهر. اكتملت الاستعدادات اللوجستية تقريبا للمباراة المهمة التي يخوضها المنتخب اللبناني مع نظيره الكويتي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب المدينة الرياضية، وذلك في إطار استعداداته أو في إطار تصفيات مسابقة كأس آسيا 2015 في أستراليا. وللغاية ودعما للمنتخب يعكف الاتحاد اللبناني على ترويج المباراة بشكل محترف عبر الاستعانة بفنانين لبنانيين كعاصي الحلاني ونوال الزغبي اللذين حضرا أمس إلى المدينة الرياضية من أجل تصوير كليب للمناسبة، علما بأن المخرج سرحال قام بإنتاج كليب الترويجي التالي. كاميرا تلفزيون المستقبل كانت في المدينة الرياضية أمس أثناء التحضير للكليب الغنائي، وكانت هذه اللقاءات. نحن الحقيقة عم نصور شغلتين، عم نصور بروموشن لهاي المباراة لدعوة الناس لحضور هاي المباراة وتشجيع المنتخب، والشغل الثاني عم نعمل كليب للمنتخب بشكل دائم. كل التحضيرات الحمد لله كتير منيحة على المستوى الفني، على المستوى الإداري كل شيء موجود، بقي ناقصنا الجمهور. ندعي الجمهور يواكب منتخبه، هذا شيء عوضنا عليه ويشجعوا، لأنه هذه المباراة مثل ما بنعرف هي مصيرية ومفصلية،
في حال الربح إن شاء الله هذا تعطينا أمل للتأهل لكأس آسيا. يعني دعوتنا الوحيدة دائما للمنتخب هو التشجيع الحضاري وعدم استخدام أي شيء خارج التشجيع الحضاري، لأنه هذا بيضر بالمنتخب وبالاتحاد اللبناني لكرة القدم. من دون أدنى شك مباراة إلى أهمية كبيرة كوننا عم نلعب على أرضنا، فإن شاء الله الفوز بيكون حليفنا. بقول لجمهور اللبناني يعني مثل ما تعودنا عليه دائما هو العنصر الأساسي باللعبة، فوجوده كتير وجوده معنا حيساند المنتخب كتير، حيعطي دفع معنا كتير كبير. اتحاد لبنان لكرة القدم وكل الشباب القيمين المنسئين الكل عم يشتغلوا وراء الكواليس وجههم ألف ألف تحية، لأنه عم بيبذلوا جهد كتير كبير لحتى نعبي هذا الملعب. والمسابة حيكون نهار عيد ينعاد الله علينا وعليكم إن شاء الله بالصحة والعافية ويكون إضاعتها مبارك. ودي أقول لكل الناس يجوا يحضروا الماتش ويكون أحلى عدية للمنتخب، نربح لبنان ضد الكويت ويكون عنده فرصة أكبر لتأهل على كأس آسيا، لأنه بحاجة في فريق منتخب مثل منتخب لبنان منه ناقصه شيء، بعتقد عنده الكفاءة والقدرة أنه يكون موجود وينافس، شفناه قبل هلأ وبتمنى له كل التوفيق. من جهة أخرى رفع السلام الزغرت الصوت ووجه كتابا إلى الاتحاد اللبناني لكرة القدم لرفع الظلم التحكيمي الذي أصابه كما قال في مباراتيه مع الأنصار والتضامن صور، حرصا منه على سلامة لعبة كرة القدم وإيمانا بأن الدفاع عن النفس لا يكون بالعنف بل بالكلمة المرفقة بالصورة. وقال بالبيان: جئنا بكتابنا هذا نلفت انتباهكم الكريم إلى ما حصل معنا من أخطاء تحكيمية حرمتنا من تحقيق فوزين متتاليين في مباراتين في إطار الأسبوعين الثاني والثالث من الدوري اللبناني، في إشارة منه إلى أخطاء تحكيمية رافقت المباراتين المذكورتين. أقامت منظمة العفو الدولية مظاهرة أمام السفارة الروسية في بروكسل أمس الاثنين تزامنا مع وصول الشعلة الأولمبية الخاصة بألعاب سوتشي الشتوية 2014 إلى العاصمة موسكو، حيث أقامت المنظمة مظاهرة أمام السفارة الروسية، وذلك بتزامن أيضا أمس مع عيد ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتم إيقاد شعلة الحرية من قبل منظمي المظاهرات الذين يريدون لفت انتباه العالم لقلة حرية التعبير في روسيا. ووضع المتظاهرون أقنعة لشخصيات حقوقية روسية أمام السجون أو تم قتلها. وقالت منظمة العفو الدولية أن وضع حقوق الإنسان في روسيا متراجع بشكل كبير منذ ولاية الرئيس فلاديمير بوتين الثالثة، وتزامن أيضا مع عيد ميلاد الرئيس الروسي. وتم إيقاد الشعلة من قبل منظمي المظاهرات. هذا كل شيء في الرياضة، شكرا للمتابعة، نلتقي في 7:30 إذا الله. وبالعودة إلى محلياتنا، فقد تبلغ وزير الخارجية عدنان منصور من القائم بالأعمال اللبناني في جنوب إفريقيا خبر خطف المواطن اللبناني معين عزمي يزبك في العاصمة الأنغولية لواندا، وأن الخاطفين يطالبون أهل المخطوف بفدية تبلغ 2 مليون دولار. وأضاف إن معلومات وردت عن خطف مواطن آخر يدعى بلال قطيش من بلدة الغازية مع يزبك، لكن لم يتم التأكد رسميا بعد من هذا الخبر. وقد طلب منصور من القائم بالأعمال التوجه إلى العاصمة الأنغولية لواندا لمتابعة القضية. سونيا أنطوان حبيب تحصد جائزة عالمية لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان السينما العالمي في تشيكيا. في وقت يعيش لبنان عتمة ثقافية واقتصادية وفي زمن مقاصات الرقابة على بعض الأفلام، نال لبنان جائزة أفضل فيلم وثائقي عن فيلم Out of Darkness الذي حققته سونيا أنطوان حبيب، وذلك في مهرجان السينما العالمي 13 في تشيكيا. عنوان فيلم من العتمة ولهلا أخذ جائزة ببايزك فيلم فاستيفال بتشيك ريبوبليك بس دوكيومنتري أحسن فيلم وثائقي. بيحكي عن قصة شمنا وحسن بيشتغلوا بمدرسة للعميان والسم بعبدة، هو أعمى وهي مبصرة، هو بمشغل القش وهي بتعلم السم والعميان بذات الوقت، انغرموا ببعض وبيا كان ضد هيدي العلاقة لأنه حسن أعمى، بس إنه هيدا وكله قرروا يضلوا سوا وهلأ تجوزوا بقيلول. أنا بتمنى إنه الدولة اللبنانية واللبنانية يشجعوا السينما بلبنان،
لانه هذا يعني عايزين انترتينمنت غير كل شيء عم بيصير، عرفت؟ ما ضرر نضل عم نفكر بالقصص اللي بتزعل وكل شيء سياسي وكل شيء كثير دارك. سونيا حبيب ترفع اسم لبنان في الخارج في وطن تغرق فيه حكومته في خلافات سياسية ومصلحية بعيدا عن دعم الشباب والفن والإبداع. والآن إلى النشرة الجوية. كتل هوائية جافة عم بتسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. لليوم الثالثة لفترة بعد الظهر الجو العام بلبنان مكمل مشمس إجمالا مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة بعدها منخفضة يلي عم بتسجل أدناها 20 وأقصاها 45%. اتجاه رياح شمالية غربية خلال النهار بتحول لجنوبية شرقية بالليل سرعتها بين 15 و45 كيلومتر بالساعة. حال البحر معتدل، ارتفاع الموج، حرارة سطح المي 27 درجة. أقصى درجات الحرارة المتوقعة تصلها اليوم نبدأ على طرابلس 26، 25 بجبيل، 28 درجة صيدا صور وأيضا للعاصمة بيروت، 25 بالكرعون، 24 لزحلة، 22 بيت الدين، 17 لفقرة و16 درجة أقصاها للأرز. وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الدفعة الثانية من الناجين من عبارة إندونيسيا تعود عصرا، وتوقيف مركب قبالة الزهراني كان ينوي تهريب أشخاص إلى إيطاليا. الله أكبر. عزة لله. الجيش الحر يستهدف مقرات لنظام في دمشق، وصواريخ كتائب الأسد تنهمر على أحياء حلب وريفها. بان كي مون يوصي بإرسال 100 خبير إضافي إلى سوريا لنزع الترسانة الكيميائية. وكان في الاقتصاد، سيتي جروب تحذر من ارتفاع المخاطر الاقتصادية في لبنان. وفي الرياضة، ورشة دعم للمنتخب الوطني مستمرة قبل لقاء الكويت. ختام نشرتي من الميدان لهذا اليوم، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.